قبل من اي حاجة البنات، هذه احسن حاجة حطيت فيها فلوسي في حياتي لحد الان، والله يعني فلوسها حلال. البنات ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. اليوم البنات غادي نهضروا على لا لوميير بولسي بشكل جينيرال، ماشي غير الماركه اللي عندي انايا. يلا بديت الابيليشن البنات. كنت اول حاجه استعملتها هي الرازوار، من بعد وليت كندير الابيليشن بالووكسين، يعني بالحلاوه بحال اللي كنقولها بالعربيه. ولكن البنات انا عندي مشكله انه مورا الووكسين كينوض لي بحال واحد الحبيبات صغيرين حمرين، وتيبقى لي الشعر داخل الجلد. ولات البنات مشكل في حياتي، لانه كل مره خاصني ندير ابيليشن خاصني نفرغ النهار كامل غير باش ندير الابيليشن. سمعت البنات على لوميير بولسيس وقررت ندير ريسيرش، يعني نقلب. لقيت انهم كيتباعوا ماكينات صغار باش انت تقدري ديري لا لوميير بولسي في الدار. سؤال البنات شريتها وغادي نوريها لكم دابا. انا بغيت قبل ما نوريها لكم نقول لكم البنات ما ديوهاش في لامارك، انا شريت فيليبس. علاش؟ لانه هي مارك معروفه، هو اللي خلاني نثق اكثر. كاينين بزاف ديال الفيديوهات في اليوتيوب على هاد الماركه هذه. المهم نوريها لكم وعاد نزيد نهضر معاكم. هذه هي اللي انا شريت البنات، اللي هي فيليبس لوميا بي ار اي 950. هذه البنات كتجي غير بالماكينه اللي هي هذه، وكيجي معاها الراس الكبير اللي يستعمل بحال الرجلين اليدين الكرش. ومن بعد البنات كيعطيوكم هذا الراس الصغير اللي كيتستعمل للوجه. نقول لكم انا الوجه باقي ما استعملتهاش لانه بديت الليزر البنات في شهر 4، وكان هنايا عندنا في اسبانيا ديجا الشمس وبدا كيبان الصيف، سخفت لانه هذه ما خصكش تخرجي الشمس. قبل ما نكونش البنات نقول لكم، هي كانت البشره ديالكم سمره بزاف، غادي يدير لكم حتى شي حاجه، ما تخسروش فلوسكم، حسن سيروا لشي سونتر اللي كيديروا فيه الابيليشن، هما عندهم تقنيات افضل واللي غادي تناسبوا اكثر مع اللون ديال البشره ديالكم. هي كانت الشعر ديالكم عاوتاني اللون ديالو زعر، ما غاديش يدير لكم والو، لانه كيكون كميه الميلانين في الشعر البنات ناقصه بزاف. هاد الماشينز هادو تيقتلوا ديك الميلانين اللي هي اللي كتخلي الشعر انه ينمو. شوفوا بهذه الطريقه، كلما البنات اللون ديال البشره ديالكم افتح وكلما اللون ديال الشعره اغمق، كلما النتيجه البنات تكون احسن. انا حطها في هاد البوسيطه اللي كتجي معاها، وهذا هو البنات كما كتشوفوا انا مركبه ليه الراس الكبير، كيتحيد بحال هكا. وهذا هو البنات الراس الصغير، شوفوا مصوره فيه مراه في البنات بحال واحد الفلتر كيحمي لكم الوجه، لانه داك الاخر قوي بزاف على الوجه. هذه البنات خديتها ب 300 اورو من الكورت انجليز. بالنسبه للبنات اللي ساكنه هنا كدير شي 500 يا بغيتو تشريوها من لاباج ديال فيليبس في امازون، شفتها ب 400 500 اورو اللي هي شي قولي تقريبا 600 دولار. في راس العام البنات كيديروا لهم تخفيضات، يا قدرتوا تسنوا حتى راس العام هي تكون احسن حاجه. فيليبس عندها البنات ارخص من هادو واغلى من هادو. انا غادي نقول لكم واحد الحاجه، اغلى من هادو البنات راه نفس الشيء، ولكن تيجيبوا لك الريوس، كيجيبوا لك شي 3 أو 4 ديال الريوس مختلفين، كيقول لك هذه الراس ديال الوجه ديال الجسم ديال تحت الابطين ديال ما نعرف شنو، ماركتينغ غير باش يزيدوا في السعر ديال المنتج. البنات خاصكم تما غير واحد يكون فيه الضربات ديال الضو كثيره، تكون فيها شي 3000 أو 4000 مزيانه بزاف، والبنات تكون فيها غير هاد جوج ديال الريوس، يعني هذا الوجه والكبير البنات اللي غادي تستعملوا الجسم ديالكم. ياستا يعني ما تبقاوش تزيدوا في الاكسسوارات غير كيغليو وصافي. هذا فيه 4000 ضربه، كيدي لكم تقريبا 5 سنين يا استعملتوه بوحدكم يا شريتي وتستعملي مع اختك مع ماما، غادي لك اقل وقت. بطبيعه الحال كيجي معاها الشارجر ديالها اللي هو هذا. هذه البنات تقدروا تستعملوها بشارجر ولا بلا شارجر. انا فاش كنجي نستعملها كتكون مشارجيه وكاع ما وصلت للنص وكيسالى ليا لاشارج، وانا ديما كنستعملها بالشارج في الضو. لا تمشي شي وحده تقول نشارجيها وغدا نمشي فاكونس شي بلاصه وتشارجيها وديها معاك وما ديرش الشارجر، راه غادي تقول به دي معاك ديما الشارجر، لانه لاشارج ديالها تبقى شي نص ساعه. كيجي معاها البنات الكتاب ديالها، قراوه قبل ما تبداو تستعملوها، غادي يجاوب لك كاع الاسئله اللي عندك،
وغادي يعلمك كيفاش تستعمليها بالطريقه الصحيحه. دابا الناس غادي ندوزو باش نقول لكم كيفاش كنستعملها، ومن بعد نقول لكم البنات النتيجه اللي انا جاب معايا. اول حاجه نقول لكم البنات ملي تكونوا يلا غادي تشريوها بحال اللي قلت لكم، نتوما شريو لا مارك اللي بغيتو اللي تجي مزيانه لجيبكم، ولكن البنات ننصحكم بشي مارك تكون شويه معروفه بحال بيبيليز بحال فيليبس بحال كاين حتى شنو سميتها براون. مهم اول حاجه ملي غادي توصلكم ولا ملي غادي تشريوها ما تفرحوش وتنوضوا وتبداو في نهار واحد الجسم كامل. غلط كبير البنات. علاش؟ لانه ملي غادي تجي لسيونس الثانيه غادي تعكزي انك ديري الجسم كامل، يعني دوك البايس كامل في الجسم اللي باغا ديري، لانه غياخذ لك الوقت بزاف. سؤال البنات مي الله غادي تبداو ديروا بحال دابا اليوم بلاصه كبيره وبلاصه صغيره بحال نص رجل وتحت الابطين، ولا هذاك النهار ديروا غير رجلين كاملين، ولا غد ليها البنات غادي ديروا الابطين ولا الكرش ولا البيكيني، لانه ممكن تستعمل حتى في البيكيني. يعني حاولوا تفرقوا شويه ولا خليو يومين ولا 3 ايام وفرقوا، بهذه الطريقه يجيكم اسهل وما غاديش تركزوا. الناس قبل ما تستعملوها حيدوا الشعر بالرازوار، ما تستعملوش الحلاوه، حيت الحلاوه البنات كتحيد الشعر من الجذور. نتوما كتحيدوا الشعره من الجذر ديالها، اما الابيليشن ما غادي دير لكم والو، خاصهم يكونوا دوك الجذور باش كتقتلهم باش ما كيبقاش ينوض. تكونوا حاطين لا كريم لا زيت والو. انا ملي كنبغي نستعملها كندخل ندوش كنشف مزيان، ديروا بالكم ما تكونش المنطقه فازقه وصافي كندوز الماكينه. البنات اول مره تستعملوها البنات حاولوا تستعملوا اقصى درجه اللي تقدروا تستحملوا، ولكن بلا ما تحرقوا راسكم زعما، لانه هذا غادي يخليكم انكم تشوفوا النتيجه بطريقه اسرع. دابا غادي نوريكم البنات كيفاش كتخدم. المهم هذه ديالي انايا كتشعل بهاد البوطونه هذه، كتبقاو باركين عليها، شفتوا الصوت كتلقى هذا الصوت بحال ديال الشوشوار. والبنات يبغوا تعرفوا الدرجه اللي خاصكم تستعملوا كتضربوا في هاد البوطونه هنا هنايا هاد الصويره هذه مع اللوبه، ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم العربيه. تضربيها مره كتبقى كتسيني في البيض وكتشوفوا بانه الدرجات كلهم كيسينيو في ماشي بان لكم ولا لا، كيسينيو في البيض. كتحطوا البنات الراس ديال الجهاز في البلاصه اللي باغين ديروا وكتسناو شويه وكتشوفوا بانها كتماركي لكم البوطونه، كتماركي لكم الدرجه 4. غنوريكم شفتوا كتماركي الدرجه 4 صافي البنات، وكتضربوا البوطون ديال اوكي، كتضربوا اوكي وها هي مديره في الدرجه 4. ما ننصحكمش الدرجه 4 لانها قاصحه بزاف، ويا كنتو يلا غادي تبداو غادي يضركم وغادي تجيكم قاصحه. انا ننصحكم تبداو البنات بالدرجه 3، درجه 3 مزيانه بزاف، ويا ما قدرتوش درجه 2. بهاد البوطونات كتنقصوا الدرجه وبهاد البوطونه يعني كتنقصوا كتزيدوا الدرجه، كتحطيها في البلاصه اللي بغيتي وكتشوفوا كيفاش داك الضوء بيض كيضرب. ها انت يا نوض واخا هنايا فين كتضربوا البنات باش تخرجوا الضوء. شتي دابا انايا ما حطاهاش على اللحم ديالي، ما غاديش تطلق، ما كتطلقش، خاصك حتى تكوني حاطه وهاد البوطونه البيضاء تسيني بالبيض. هذه مزيانه علاش؟ لانه تقدر تكوني شاده غير هكا وتبركي عليه بلا ما تشعري، ها انت كتضيعي في الضربات ديال الضو. انا شنو كندير ملي كنبغي ندير البنات كندور وجهي ما كنشوفش في الضو، لانه هما كاتبين في الكتاب انه ما خصكش تشوفي ديريكتومون في الضو، سو انا كندور وجهي كاع للجهه الاخرى بحال هكا كنوجد نشوف بان الضو بيض خرج وندور نطفيها باش تصيرها تبقاو ضربه وحده وكتطفى. من موراها اول حاجه كندير هي الالويفيرا لانه كيهدئ البشره البنات، ومن بعد ما كندير هذا البنات كنحط زبده الشيا اللي فايته موريها لكم في بزاف ديال الفيديوهات ديالي. كنظن البنات هضرت لكم على كل شيء، نتمنى ما نكون نسيت حتى شي حاجه. يا عندكم شي سؤال حطوه ليا لتحت ان شاء الله غادي نجاوبكم. اول 4 ديال الحصص البنات كيخصكم ديروهم كل جوج ديال السيمانات، يعني ديروا حصه تسناو جوج ديال السيمانات، ديروا حصه وحده اخرى تسناو جوج ديال السيمانات، اللي غادي ياخذ معكم البنات 8 ديال الاسابيع. من بعد البنات هاد 8 ديال الاسابيع يولي خاصكم ديروا الحصص مره كل 6 شهور. دابا غادي نجي نقول لكم ديك اول حصه والثاني والثالثه والرابعه شنو هو الفرق اللي غادي تشوفوا. غادي نهضر لكم على الرجلين، يعني سفل ديال الرجل، يعني من الركبه لتحت. اول حصه طاح غير شويه ديال الشعر، نقولوا طاح 20% ديال الشعر، ولكن الشعر الاخر اللي ناض خفيف خفيف، وبحال ديك الكحوليه اللي فيه
مشات شويه يعني خفيف ومبقاش كيبان بزاف بحال قبل. هاد اول حصه البنات استعملت الدرجه 2، ثاني حصه البنات استعملت الدرجه 4، استعملت الدرجه 4 صبرت، ولكن كنت كل ضربه كنضرب تهز ونتحط ما تخلعوش، كيجيك بحال شويش ديال الضو، يعني ماشي شي ضران ضران، ولكن كتوصلني شي مناطق اللي اللي فيهم العظم هادوك كيضرب. واخا تنقصوا الدرجه غادي تجي النتيجه، غير هي تعطل كثر. ثاني مره درت 4 درجه 4، يعني استحملت شويه. ملي استعملت الدرجه 4 البنات شتي ملي قربت ليا الحصه الثالثه انا باقي الشعر تقريبا ما ناضش، يعني طاح شي 60% ديال الشعر، يعني هذه غير من ثاني حصه 60%. مي وصلت ثالث حصه البنات درتو، من تما صافي ما عاودتش ناض ليا الشعر، يعني ناض ليا كتلقاي بحال هنا 3 ديال الشعرات هنا، 2 هنايا، 3 هنايا، صافي يعني ما بقاش عندي تقريبا الشعر. سو ملي وصلت البنات الحصه الرابعه بحال حسيت انه ديك الحصه دايرها غير هكاك، ما عندي لاش نديرها، ولكن بطبيعه الحال خاصكم ديروها. اخر حصه درتها كانت اخر شهر 5، ما عقلتش بالضبط اش من نهار. من تما البنات ما عاودتش درت الابيليشن، ودابا راه تقريبا شهر من اخر مره درتها في رجليا، وما محتاجاش، ما بقاش عندي البنات الشعر نهائيا. يعني نقول لكم في بلاصه الركبه ناضوا شي جوج ولا ثلاثه ديال الشعرات، ومن بعد شفت في رجليا مزيان كاينه شعره ولا جوج، هذيك هي. سؤال البنات فرحانه بزاف 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 والله، ويا كنتي كتفكري انك تاخديها انا نقول لك توكلي على الله ما غاديش تندمي. بحال اللي قلت لك غير يا كان شعرك زعار ولا كنت سمراء بزاف بلا ما تخسري فلوسك ما غاديش يخدم لك. هي اصلا الماكينه ملي كتحطيها فوق بلاصه سمراء تيخرج واحد الضو احمر، ما بحال ما تيقبلش ليك ما تيبغيش يطلق. وهذا هو البنات، يعني من اول شهر شفت النتيجه في جميع المناطق اللي درت فيها الليزر، ولكن خصوصا في رجليا هي اللي احسن نتيجه عطاتني. يا كنتو كتسائل واش كيضر ولا لا، كيضر وما كيضرش. كيفاش نتوما البنات استعملتوا الدرجه 2 ولا الدرجه 1 راه ما غادي تحسوا بوالو، راه والو، غير هي بغيتو النتيجه اسرع وتقدروا تحملوا تستعملوا الدرجه 4 ولا 5. كتحسي بحال البنات بشي حاجه سخونه بحال الضو، بحال كيضربك الضو شويه، يعني ماشي شي حاجه تقدروا تحملوها، غير رجلين تحملوا. الفخاد انا ما قدرتش نتحمل، وانا فخاد استعملت الدرجه 3 ما قدرتش نكمل، هبطت لجوج وكملت، ولكن جوج راه يعني كنتفرج في فيلم وكندير فيه ما حسيت بوالو. سو ما عندكمناش تخافوا والله. نسيت البنات شي سيونس ما كاين مشكل، ديروها لغد ليه، ديروها يومين من بعد، ديروا اتونسيون من الشمس باش ما تمشيوش تحرقوا الله يحفظ. انا الوجه ما ننصحش به، ديروها في الصيف تسناو حتى للشتاء. كنصحكم تستعملوا قلم ديال العينين في اللون ابيض، راسوا البلايص اللي درتو البنات باش توصلوا لجميع المناطق وما تخليو حتى شي جهه. نتمنى البنات تكونوا استفدتوا من الفيديو، يعجبكم ما تنساوش حطوا لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.